واش كاين تشابه في لو ستيل ديال الاخراج بيني وبين نبيل عيوش راجلي؟ انا كنظن بان اللي كاين هو واحد لانتيغي بروفون بور لومان افون تو. نبيل ان طون كو رياليزاتور ان طون كيتر هومان ما انسبير انورميمون. الفيلم ديالي كيدوي على واحد اللقاء بين جوج العيالات، وحده منهم ام عزيبه ما جا من الفيلاج ديالها وغادي تجي لكازا كتقلب على شي حد باش يسترها على ما تولد، والاخرى مراه ميت لراجلها وعايشه مع بنتها عندها 8 سنين، حلت واحد الماغازان المسمن تحت الدار وكتكافح باش تزيد القدام وتكبر بنتها. وكيفاش هاد اللقاء بين هاد جوج النساء غادي يغير المصير ديالهم جوج. الانسبيراسيون ديال القصه ديال ادم واقعيه، كنت عاد رجعت من الكليه دوزت شي 3 شهور 4 شهور عند والديها في طنجة، واحد النهار جات دقت علينا واحد السيدة حاملة ب 8 شهور ما عندهاش الراجل، والديها ما عارفين شي، خرجت من الفيلاج ديالها وما عندها فين تمشي. والديها في ديك الوقت كانوا فاس ان ديليم، يدخلوا عندنا واحد السيدة هايدا برانية بالمسؤولية كاملة كو سا كو 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 سا اونتون دخل عندك شي واحد في هذيك الحالة او لا يخليوها تمشي. في الاول قالوا غيخليوها شي يومين ولا 3 ايام على ما يعاونوها تصيب حل. تري رابيدمون سو روندو كونت كي با سوليسيون، دونك بقات معنا في الدار حتى ولدت. مشيت معاها نهار اللي مشات تعطي ولدها، حيت بغات ستادير تعطي ولدها باش تقدر يكون عندها هي فرصه جديده في الحياه، وسورتو باش هو يقدر يكون عنده واحد المستقبل، حيت عارفه اذا خلاته معاها غادي يكون ديما كيتسنى ولد الحرام. ميم سي فو اسومي وتقاتل زعما باش تخلي ولدها معاها، وفينال خافت عليه دونك عطاتو. انا داكشي اثر فيا بزاف، واحد لو بوين اللي ما كنتش كنتصور غادي تبقى هاد السيده عايشه في الداخل ديالي هاد السنين كامله. 17 عام من بعد ملي حملت انا ولدي اللي دابا عنده عامين ونص، حسيت بها فريمون باسكو كنت حاسه بها قبل، ولكن دابا حسيت بها بواحد الطريقه اخرى باسكو في الداخل ديالي في لو كور ديالي عرفت شنو هي تقول لواحد الام بان ما عندهاش الحق في ولدها، بان ما عندهاش الحق تشوفو كيكبر، بان ما عندهاش الحق تبغيه. وهذيك سي كيك شوز دو تري 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 فيولون. دونك بديت كنكتب، هاد القصه دو مانيير ناتوريل سبونتاني، ما كنتش عارفه كاع غترجع فيك في الاول. في الفيلم لبنى زبل كتقول واحد لا فراز سي فري اللي بزاف الناس بقات لهم في راسهم، هي حتى الموت ما عندناش الحق فيها. لبنى زبل كتهضر على الحق في الموت، نهار اللي مات لها راجلها بزاف الحاجات ما قدرتش تعيشهم فحال اللي كانت باغا هي تعيشهم، استادير ما قدرتش تودع راجلها بالطريقه اللي كانت هي باغا تودعو. لو فيت اللي المراه غادي تقدر تمشي مع راجلها ولا مع ولدها ولا بنتها ولا اي واحد مع عائلتها ولا شي واحد اللي كتبغيه توصلوا لونتيرمون ديالو، تشوفوا كي تدفن، ما عندناش الحق في داكشي حنايا العيالات. وانا ما فهمتش علاش، حيت هادشي ما كاينش في الدين ولكن كاينه في لا تراديسيون. علاش هاد لا تراديسيون هادي غادي تجي تحرمنا من واحد الحاجه اللي عندنا الحق فيها؟ حتى واحد ما عنده الحق يقول لك لا خصك تجلس في الدار. دونك جوستومون نسرين رادي كتجاوب على داكشي وكتقول لها قلال الحاجات اللي عندنا الحق فيهم باسكو سي فري. استادير في المجتمع ديالنا المراه عندها واحد لا فورس قويه بزاف، لا فام ماروكين سي اون فام تري تري فورت، مي بزاف الحاجات ما كنشوفوهمش اي اون لاسيوم با اون لو دي با كليرمون، فهمتيني؟ اي مو جو كرو سي امبورطون، حيت سينو او فينال جوستومون كيصدق ديك الحق ما عندناش. C'est vrai que le film d'Ali fait surtout des personnages féminins. Waha kayen bien sûr le personnage d'Ali Slimani li kimtlo Aziz Al-Hattab qui est un personnage masculin très très positif qui apporte de très belles choses. Mais quand même c'est un film assez féminin parce que je suis touchée par ces problématiques là. Ana kanomi ana le film yqdar ykon ando wahed l'impact ala les mentalités. Bzaf del marrat kanqraw les statistiques, kanqraw les chiffres, kanqraw des choses fi des journaux, walakin kibqa ana wahed le rapport distant ma dakchi li kanqraw. Je pense que ida dkhulti une salle de cinéma ou chti un film ou aichti dakchi li aich dak le personnage, ida kan wahed le lien baynak w baynou, je pense vraiment sincèrement que tqdar tkhroj mla salle de cinéma ou tkon chi haja tghayrat fik. وديك الشيء يقدر يعاونك باش تبدل لو روغار ديالك بوغ تو بوزي لي بون كيستيون. واش كاين تشابه في لو ستيل ديال الاخراج بيني وبين نبيل عيوش راجلي؟ انا كنظن بان اللي كاين هو واحد لانتيغي بروفون بور لومان. La manière de le filmer n'est pas nécessairement la même. Bon, Nabil, en tant que réalisateur, en tant qu'être humain, m'inspire énormément. Ou beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup avec Nabil. Les tournages de Nabil, justement, les derniers films, Kamlin, j'étais présent et j'ai appris beaucoup de lui. Ce qui m'a amené avant tout, c'est de pouvoir raconter justement l'intériorité de ces personnages, ce qui se passe dans leur peau, sous leur peau. Nabil Ayouch est le monteur de ce film, c'est le premier film de lui, et je n'ai pas pu le voir. يكون عندي شي منتج اخر من غير نبيل. مع نبيل عندنا واحد لا باسيون كومون
اي لا ناتوريلمون ما كنتش نقدر نتخيل شي واحد اخر من غير نبيل ان طونك برودكتور كي لا بو ماكومباني جوستمون دوران ليكريتور دوران لو تورناج دوران لو مونتاج افيك بوكو دو بيانفيونس اي بوكو دو كومبريونسيون حيت كيعرفني يمكن كيعرفني اكثر من اللي كنعرف راسي. ادم صور في المدينه القديمه ديال كازا انتغرالمون. انا عندي واحد العلاقه تري سبيسيال مع المدينه القديمه. 7 سنين ولا 8 سنين هادي اكتشفت المدينه القديمه تخلق واحد لو رابور تري بو. ملي كتكون غتصور اول فيلم ديالك ديما كتخاف شنو غيكون في لو تورناج. الحمد لله جافي اون سوبر ايكيب ا تو لي نيفو ليكيب تكنيك ليكيب ارتستيك كلشي كان انفيستي في لو فيلم كلشي كان عنده واحد لا كرويونس في لو فيلم. ابري C'est sûr que tous les tournages furent des difficultés. Souarna pendant 5 semaines, fois de l'espace, allait une huis clos, c'est-à-dire qu'il y a des extérieurs dans Medina, ou la partie la plus grande du tournage, fausse fois de la maison. Donc Medina, Medina, Kataraf, Diordala, sont pas très grandes forcément, et là, fois de l'espace, les mecs en chiquibir, vous avez fait une équipe Kemla. فوز ديك لسباس هذيك كتعيش مع بعضياتها بوندون 5 سيمين باسكو يافي اون بيل انرجي سالي لو فيلم سي فري كو سافار في مهرجانات مهمين بزاف في العالم وداكشي كامل ولكن حتى حاجه ما تقدر تكومبار لو مومون لي لو فيلم غيتعرض اول مره في بلادو مع لو بوبليك ديالو اي ديرير سكي ايتي تري بو سي لي رياكسيون دو بوبليك جوستمون بزاف الناس كيقولوا لي علاش دوبوي كان حتى دابا هذا الوقت كامل باش يخرج لو فيلم في المغرب تو سامبلومون باسكو لو فيلم كان عنده واحد لو باركور في لو فيستيفال امبورطون كتبغي تخليه يسافر سافا دير كو ما يقدرش يخرج اون سال افون باغ كونتر حنا كنا باغيين لو فيلم يخرج اولا في المغرب قبل ما يخرج في بلدان اخرى مانتنون لو فيلم غادي يخرج في المغرب دو سيمين ابري غادي يخرج فرنسا غادي يخرج لا بلجيك غادي يخرج لا سويس غادي يخرج مي بور نو سيتي تري امبورطون كو سورتو يخرج الفيلم عندنا هنايا هو الاول يتلقى لو بوبليك ديالو قبل ما يتلونسا في لي سورتي في لي سورتي سينما انا بغيت نوجه رساله ماشي لي مير سيليباتير كاملين باسكو جو بونس كو هاد الفيلم هذا اون سوا رساله ليهم مي لا ان بارتيكولير بغيت نوجه رساله لديك السيده اللي تلاقيت معاها كيما انسبيري هاد ليستوار هادي واللي بغيت نقولها هي راني عمري ما نسيتها بغيت quelque part تحس بان جيسبر كو هاد الفيلم هذا غيجيب لها واحد لا كونسولاسيون quelque part دونك فوالا عمري ما نسيتها ما غادي ننساهاش وهاد الفيلم الي اوسي بوغ elle